Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. كاس عالم للأندية في قطر الحب. نرجع لكم من جديد في فضفض وشيل الهم وثقافات العالم كلها متواجدة في قطر العمران والجمال دائما هنا من قطر الحب. نرسم كل ألوان السعادة بالثقافات المختلفة. نقول للجميع حياكم الله ومرحبا فيكم في فضفض وشيل الهم. لكن نروح الفيديو ونرجع لكم من جديد. كليب خفيف لطيف شوفوا ونرجع لكم. انولد نادي كبير، نادي كبير، واسألوا الأرقام عنه. نادي الدحيل الجميل الرائع قدم مباراة جميلة مميزة استثنائية عرف فيها نفسه. شفنا الجميع حضور الدحيل بشكل مختلف في هذه المباراة أمام أولسان. قدم مباراة ومعزوفة لعشاقه أحبوه واستانسوا عليه، وشفنا الجميع صفق لنادي الدحيل وغنى معه. مثل ما قلنا أم ولد نادي كبير، نادي مختلف استثنائي رائع ومميز من خلال حضوره في مباراة الأمس وتحقيقه المركز الخامس مثل ما شفنا واستانسنا معه وشجعنا. ونبي نذكر وننوه أن يوم الخميس يا جماعة المباراة النهائية بين بايرن ميونخ، وينهم أهل ميونخ، مع تيغريس المكسيكي، وأيضا مباراة نادي الأهلي مع بالميراس. طبعا يمثل بالميراس حبيبنا الغالي محمد السعدي الدكتور يشجعهم، فانصدم وكانت لصدمة حياته أنه خسر. ما نعرف الأسباب، المفروض نحن ناخذه ويتكلم فيها وبناخذ التفاصيل. ما أن نحن نقول محمد، عندنا محمد أهلاوي ونقول لك يا محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحب. هلا يا محمد. أهلا وسهلا. مساءك أهلاوي بتقديم عرض مميز، يعني كان الجميع يتمنى أن نادي الأهلي يتفوق في مباراة أمام بايرن ميونخ. الحمد لله كلنا كنا بنتمنى ده، والحمد لله أن الماتش خرج بأقرب صورة تليق بالنادي الأهلي والجمهور، والحمد لله على كل شيء. محمد، هل تشوف فعلا هذا هو أداء نادي الأهلي اللي كان محبينه يعني يتمنوه؟ والله كنا الأداء يعني كان فيه أفضل من كده عند النادي الأهلي بحكم خبرة اللعيبة اللي موجودة والمدرب، والماتش اللي قبله إحنا كنا أفضل من كده في الشوط الثاني في ماتش الدحيل. بس يعني الحمد لله الماتش اتخطف مننا الجون الأول، بعدها الشوط الثاني لعبنا مباراة عالية جداً، ولاعبتنا الحمد لله كانوا قد المسؤولية. لعيبة كتير من غير ما اذكر أسامي، يعني كل لعيبة الأهلي كانت قد الماتش، بس الكرة مكسب وخسارة في الآخر. بنلعب فريق محترم وفريق ليه اسمه على مستوى العالم، أفضل نادي في العالم حاليا. الحمد لله، الحمد لله على النتيجة. يعني بطولة من 6 ماتشات كان لازم مكسب وخسارة. يعني من خلال يعني عرض نادي الأهلي من خلال هذه البطولة، كيف تشوف مستوى نادي الأهلي؟ هل أنت وكجماهير يعني راضين عن المستوى العام لنادي الأهلي؟ والله في الوقت الحالي النادي الأهلي كان بيمر بعملية إحلال وعملية تنشيط للخطوط بتاعته بالكامل. اتوفقنا الحمد لله في صفقات في الفترة الأخيرة،
اضافت للنادي الاهلي كتير. النادي الاهلي مر بكبوه بدليل ان احنا قعدنا تقريبا 7 سنوات ما خدناش بطوله افريقيا، البطوله المفضله للنادي الاهلي وجماهيره، لان طبعا نادي ليه اسمه ونادي ليه جمهور عريق على مستوى افريقيا والعالم. لما حصل واضفنا بعض اللاعبين، محتاجين ندعم الفريق بشويه لاعبين تاني بالذات في مستوى الخط الهجومي، بالاخص مستوى الخط الهجومي. لو كان عندنا امبارح مهاجم شاطر، مهاجم هداف، اعتقد كانت النتيجه فرقت معانا جامد امبارح. كيف تشوف خلينا نقول الحظوظ في مباراتكم امام بالميراس، خاصه ان بالميراس خسران مباراته ويبي التعويض امام نادي الاهلي، واحنا كمان نبي التعويض. حظنا ان شاء الله اعلى من بالميراس يعني بالارقام، خلينا لو هنحكي بلغه الارقام، النادي الاهلي بارقامه، كم مشاركه في كاس العالم، كم بطوله افريقيا محققها، كم دوري، كم كاس كونفدراليه، نادي كبير ونادي عريق ببطولاته، مش بالكلام، احنا بنتكلم لغه ارقام. لما نلاعب فريق اول مره يشارك بالمستوى ده وخسران المباراه الماضيه، اكيد 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 جمهور الاهلي من اكبر اهلاوي، الاصغر اهلاوي في قطر وعلى مستوى العالم، ما يتمناش او ما يقبلش باقل من المركز الثالث بكره ان شاء الله، وان شاء الله لعبتنا تكون رجاله وتصالحنا بكره باذن الله. محمد، ايش سر الحب يعني لجماهير الاهلي؟ قاعدين نشوفه الجميع قاعد يغني التلت شمال بنهد قبال وباعلى صوت بنشجع الابطال، فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرده قليل. فعلا سؤال حضرتك يعني لو هنجاوبه بالتفاصيل محتاجين حلقتين ثلاثة أربعة من البرنامج الجميل بتاعك حبيبي. حب الأهلي احنا تورثناه عن الوالد، زي ما الوالد علمنا أنا بعلم ابني، زي ما ورثته عن والدي بورثه لابني. كل مباراة لازم في الاستاد، كل مباراة لازم نروح صوتنا مش موجود. من واحنا صغار وبنحضر مباريات النادي الأهلي في استاد القاهرة في مصر، اتعلمنا يعني ايه حب الكرة عليه. الأجيال اللي احنا حضرناها، أنا محظوظ الحمد لله، دايما بقول لابني وبعرفه الجيل اللي قبلنا، أنا محظوظ حضرت جيل ممتاز 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 من اللعيبة اللي جت على مستوى أفريقيا بس مستوى مصر، حضرت لعيبة عندها أخلاق عالية، عندها روح رياضية. لا، الأهلي كيان، بعد كلمة الأهلي كيان بقى حضرتك تقدر تقول زي ما أنت عايز يعني إيه حب النادي الأهلي. ونحن نحبك ونشاكرين لك طبعا هذا الحضور الجميل يا محمد، وان شاء الله نشوف دائما نادي كبير موفقين في مباراه بالميراس، ان شاء الله نشوف الاهلي مغاير ويفوز في هذه المباراه ونشجع معاك ونقول التلت يمين والله التلت شمال تبيها التلت شمال بتهز جبال. الله الله، بس بغيت اذكرك واشوفك مركز ولا مو مركز معاي. لا لا، الثالثة شمال بس ما بنقلل الثالثة يمين، فوق راسنا طبعا بس الثالثة شمال شيء ثاني. الله يعطيك العافية محمد، شاكرين لك يا غالي وتسلم. احنا نفسنا الاهلي ما يسيبش الدوحة، احنا مستمتعين بوجوده معانا، بس للاسف البطولة هتخلص بعد بكرة يعني. ان شاء الله يبقى موجود في البطولة الجاية. الاهلي حلو فيكم، الاهلي حلو فيكم وانت موجودين، مشكور يا غالي. حبيبي حبيبي حبيبي. تسلم يا غالي، ونستقبل اتصال اخر الى محمد، طبعا رئيس رابطة بايرن ميونخ في الكويت. اعطونا محمد. محمد يا محمد، يا هلا دكتور. لا عاد انت تبي الدكتور، الدكتور موجود والله. زين انا احصل الدكتور يا محمد. عندك صلاح السعدي الدكتور اللي الحين بعده قيد الانشاء، ايش رايك؟ ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا رب، ونشوفك بعد المراتب حبيبي. الظاهر الاهلي لخبطكم عشان كذي يعني ما عرفت الاسماء. ها لا والله بالعكس، الاهلي يعني فريق كبير وفريق يعني اكبر فريق في مصر وله انجازاته وتاريخه وله كل احترام، بالعكس احنا انا من محبين النادي الاهلي يعني. شلون شفتوا انت في بايرن ميونخ هذا الحضور الجماهيري لنادي الاهلي، وكيف شفتوا المباراه هناك معاكم يعني في الكويت؟ بالعكس يعني الجمهور الاهلاوي عطى جو للمباراه واعطانا يعني الأمانة للزمن اللي ما قبل كورونا، يعني افتقدنا الجماهير خلال الجائحه هذه وافتقدنا حضور الجماهير، فكانت بالعكس اجواء جميله وحلوه في الاستاد، وكان كنا نتمنى احنا ان نكون متواجدين جماهير بايرن ميونخ، لان احنا تعودنا كل سنه نزور دولتنا الثانيه، يعني ما نعتبرها دولتنا الثانيه، احنا وقطر واحد،
فكل سنة كنا نيجي قطر شهر واحد. وكنتوا دائما تحضرون محمد وتكونون واقفين أمام مع نادي بايرن ميونخ، لكن بظل الجائحة هذه وقلوبكم موجودة مع بايرن ميونخ. كيف تشوف الحظوظ لللقب لبايرن ميونخ كون المرشح الأول للبطولة؟ طبعا هذه بطولة كؤوس، والكؤوس ما يعني ما لها أمان، الكؤوس دائما سهلة يعني الأمور سهلة صح؟ والله هي إن شاء الله تكون سهلة، بس ما في شيء بالكأس سهل، لكن على الورق وعلى الإمكانيات وعلى هذا إن شاء الله البايرن قادر إنه يحقق السداسية. طبعا إحنا الحين برشلونية راح يشجعون رسميا، فإحنا يعني إن شاء الله البايرن يقدر يحقق السداسية ويعادل سداسية برشلونة ونخليهم بروحهم، يعني البايرن يصير فريق ثاني اللي حقق السداسية في التاريخ، وبدنا الله إن شاء الله نكون يعني البايرن يسعدنا ويحقق سادس بطولة لهذا الموسم. وعودكم دائما بايرن ميونخ إنه يسعدكم، يعني خلنا نقول لو نتكلم من الآخر مع تيغاريس، كم تتوقع النتيجة؟ كم تفوز؟ والله شوف في نهائي يعني هي ما لها أي أمان، لكن أتوقع إنه فارق هدفين يعني للبايرن، سواء 2-0 تعادل النتيجة نفسها أو 3-0 للبايرن. هذه توقعات المباراة. وأنا سمعت الأخ اللي قبلها ويقول إنه هو محظوظ إنه هو يشجع الأهلي، هاي إحنا شو نقول لمحظوظين اللي نشجع بايرن ميونخ من خلال 7 سنوات حقق الشامبيون لنا مرتين وحقق 5 بطولات في 2013، وهذه السنة 2020 داخل على البطولة الثالثة بإذن الله يحققها لنا. فإحنا اللي نقول نحن محظوظين عشنا مع جيلين للبايرن، يعني جيلين أسامي، جيل شفاينشتايجر وفيليب لام والأسامي اللي كانت موجودة من هذاك الوقت، طبعا امتدادهم مولر ما زال موجود ويتبعتهم أسامي جيل ليفا والجيل الحالي جناب ثاني، واللي يعني الفريق كله من الهجوم ونوير اللي ما زال موجود. فاحنا نقول احنا اللي محظوظين في هذا الفريق اللي شجعنا هذا الفريق وهذا هذه المنظومه اللي تقول عن منظومه رياضيه ومنظومه اقتصاديه ومنظومه متكامله ما شاء الله، يعني المانيه من جميع النواحي. فاحنا كجماهير جدا سعيدين ان احنا نشجع مثل هذا الفريق ونفتخر ان احنا نشجع مثل هذا محمد الفريق. محمد، شو اللي خلاك تحب بايرن ميونخ وتترأس اللي هي رابطه بايرن ميونخ؟ والله للامانه انا حبيت البايرن هي الاساس، يعني انا لما وعيت على الكره كانت المانيا دائما توصل للنهائيات ونهايه البطولات العالميه سواء الاوروبيه، ولاحظت لما شجعت المنتخب الالماني دائما البايرن هو يكون اغلب لاعبينه في المنتخب الالماني. شكرا. طبعا من الطفوله يعني، فبعدها دخلت على البايرن وعرفت على البايرن وحبينا وعشقنا الفريق من المنتخب الالماني هو الاساس. الله يديم حبك لمنتخب المانيا وبايرن ميونخ، وموفقين ان شاء الله في الختام وتحققون البطوله، ونشوفكم بعد الكورونا ان شاء الله متواجد في الدوحه، ودائما انت من العناصر الاساسيه والناس المحبين والعاشقين لبايرن ميونخ. شكرا يا ابو جاسم من الكويت، نقول لك احلى تحيه لك يا ابو جاسم. الشكر لكم موصول، واشتقنا لدوحه الخير، اشتقنا للاجواء في قطر للامانه، والاخوان الغالين في قطر وخص بالذات اخوي الدكتور محمد السعدي اوصل له سلامي من برنامجكم. ويوصل لك السلام كله دكتور، وخلاص يا دكتور انا الظاهر اني راح ابدا في سعي للدكتوراه ان شاء الله، فعلى ايدك يا دكتور والامور تكون طيبه. نبي المستشار لنادي الاهلي، وخلونا ناخذ معه وندردش معه ونقول لك الو يا مستشارنا. الو يا الو يا مليون مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، دامك انت بخير واهلاوي صميم وجميل ورائع واحمر. الله يخليك، الحمد لله احنا بخير طول ما الاهلي معنا في الدوحه. كيف شفت المباريات لكاس العالم وحضور نادي الاهلي في هذه البطوله؟ طيب مبدئيا خلينا نقول انه بطوله كاس العالم السنه دي هي بطوله استثنائيه بكل المقاييس، على مستوى التنظيم، على مستوى حضور الفرق، على مستوى مستويات المباريات، على مستوى طبعا وده بشكل يخصنا انا ويخص جماهير الاهلي، حضور نادينا العريق، حضور النادي الاهلي في الدوحه كان حلم بالنسبه لنا وحلم لكل جماهير النادي الاهلي ان الدوحه، والحمد لله ان احنا ربنا وفقنا وكنا موجودين في الدوحه وقت حضور الاهلي. فبصراحه حاله جميله، فرحه جميله
وزي ما بقول زي ما احنا فرحانين بالمونديال، المونديال كمان فرحان بالاهلي. ابو العلا يعني التنظيم الجميل للجماهير وحضورهم وانضباطهم والتزامهم بالامور الاحترازيه، كيف نظمتوا هذا الوضع وكيف تعاملتوا مع جمهوركم الجمهور العاشق خلينا نقول لنادي الاهلي؟ تمام. هو مبدئيا قبل ما ادخل لحضرتك في موضوع تنظيم الفعاليه الحاليه اللي هي فعاليه كاس العالم، جمهور الاهلي دائما وابدا هو يسير في ركب إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي ونادي المبادئ، نادي القيم، فمن هذا المنطلق كل واحد في جماهير النادي الأهلي هو رقيب على نفسه، كل واحد في جماهير النادي الأهلي هو يتحلى بالالتزام ويكون حريص جدا على أنه يكون في المنظومة كاملة عضو إضافي أو يظهر بشكل كويس يشرفه ويشرف ناديه. وحاليا نشرف قطر اللي احنا موجودين على أرضها وبنستمتع بمشاهدة البطولة. أما بالنسبة للفعالية الحالية فإحنا بدأنا بدري، يعني الموضوع إحنا من يوم 27/11 من يوم ما فزنا ببطولة أفريقيا وإحنا بدأنا عقدنا اجتماع لمجلس إدارة الرابطة وبدأنا نعمل برنامج. طبعا البرنامج ما كانش محدد أو واضح لأنه في وقتها ما كانش لسه عارفين هل البطولة هتلعب بجمهور ولا بدون جمهور، بس مجرد ما تم تحديد 30% نسبة الحضور بدأنا نشتغل بشكل تفصيلي باجتماعات يومية. وعايز أقول لك الموضوع كان سهل، ما كانش صعب أبدا. نوعية وطبيعة جماهير النادي الأهلي هي جماهير جميلة، جماهير عاشقة للكيان وكله بيحرص على أنه يشرف ناديه ويشرف بلده ويشرف البطولة. فالحمد لله الموضوع كان سهل مش صعب، ولكن كان عندنا اجتماعات بشكل مستمر تنسيق، كل واحد بيقوم بدوره بشكل كويس جدا. بالإضافة أن أنا عايز أتكلم على مجموعة القادة اللي هم مسؤولين عن قيادة الجماهير في المدرجات. معانا مجموعة شباب من أروع وأجمل ما يكون بصراحة، نسقوا البرنامج بتاع كل مباراة من الدقيقة الأولى للدقيقة 90 بشكل جميل جدا واتدربوا عليه مع بقية الجماهير، وبالتالي النتيجة في الآخر زي ما حضرتك شفت. النقطة الأهم حضرتك، كل الناس عندها وعي للظروف الاستثنائية اللي بتلعب فيها البطولة، وعارفين قد إيه التحدي اللي إحنا فيه، إحنا واللجنة المنظمة ودولة قطر، إنها تنظم بطولة بالحجم الكبير ده في الظروف الاستثنائية دي. فكان من الوعي من كل الجماهير إنه كل الناس ملتزمة، كل الناس تساعد. يعني حتى الموضوع لما كنا بندور على كوادر علشان تساعد معانا في التنظيم، كنت بتلاقي كل واحد من جماهير النادي الأهلي هو كادر تنظيمي في حد ذاته، هو نفسه بيسعى للتنظيم، بيسعى انه يظهر بشكل كويس، بيسعى لتطبيق التدابير الاحترازية والالتزام بيها. فالحمد لله رب العالمين، ده حاجة ساعدتني انا، ما هوش مجهود شخص ولا مجهود إدارة الرابطة، ده مجهود كل جماهير الأهلي. وهذا اللي شفناه يا مستشارنا حسام أبو العلا، يعني الأمانة الجماهير حاضرة بشكل جميل وأهازيج جميلة، عطت حلاوة للمونديال خلينا نقول الأندية اللي حاضر في قطر. هذا بتكاتفكم، بتعاونكم، بحضوركم المميز. فدائما تعودنا على جماهير الأهلي تكون راقية، وأنتم كنتوا راقيين حقيقة. الحمد لله، وهذا ده يعني طبعا رأي حضرتك ده شرف لنا والله العظيم وتاج على رأسنا. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أنا فخور وكل أهلاوي فخور أنه بينتمي لهذا الكيان وبيشجع هذا الكيان. وأنا هرجع أعيد نفس الكلمة اللي بقولها دايما في كل لقاء أو في كل مناسبة أظهر فيها، أن ما يليق بالأهلي لا يليق بغيره، وما يليق بجمهور الأهلي لا يليق بغيره. الحمد لله. خلنا نقول مستشار يعني حسام، توقعاتك المباراة القادمة، يعني خلنا نقول أمام نادي كبير بالميراس، نادي عريق في البرازيل لعشاقه، خسر المباراة الأولى، يبي يعوض أمام الأهلي. تمام. بالميراس فريق كبير، فريق عنده عناصر كبيرة جدا وفريق يحترم، ومن الفرق اللي بتلعب كرة وبتقدم لوحة فنية جميلة جدا. وبلغة الكرة كده بنقدر نقول انه فريق رخم، فريق صعب انك تجاريه في السرعات، ولكن فريق الاهلي فريق تقيل. فريق الاهلي الحمد لله رب العالمين هو قدم مباراة صحيح ما كانتش على حسب توقعاتنا امام البايرن، ولكن
في الاخر البايرن هو حاليا هو افضل نادي على وجه الارض، ده من وجهه نظري، من وجهه نظر كل متابعي كره القدم. فريق بايرن ميونخ هو افضل نادي في الفتره الحاليه على وجه الارض، فالحمد لله رب العالمين. ولكن بالنسبه للبالميراس ان شاء الله بامر الله، انا يعني على حسب رؤيتي للمباراه الاولى لفريق بالميراس، الاهلي ان شاء الله قادر انه يكسب ويحقق نتيجه ايجابيه ضد بالميراس ونحقق المركز الثالث ان شاء الله. حديثك جميل يا مستشار، لهذا بنخليك معانا شوي، بناخذ طبعا حبيبي تواصل مع احد الاخوان معك الموجودين من الكويت، اللي هو طبعا الاعلامي حسين. اعطونا حسين يا جماعه، نقول لك الو يا حسين. الو، مساك الله بالخير اخ صلاح، عساك بخير ومرتاح ان شاء الله. حسين يعني انت معروف يعني انك محب للكره البرازيليه يعني والسامبا وطريقه لعب السامبا، ايش اللي صار لبالميراس في وجهه نظرك؟ اول شيء مسي عليك بالخير والاخوان المتواجدين وفريق العمل كامل، وهني دوله قطر انها تضرب مثال للنجاح في الاستضافه. اللي صار مع بالميراس الله يسلمك، هي مباراه نتكلم فيه مباراه سلبيه، ما هي حاله مكتمله سلبيه من اشهر. بالميراس بطل الليبرتادورس بكل استحقاق ووضوح، ولكن هي كانت حاله مباراه معينه. اعتقد بان الاسباب فنيه اكثر من اي اسباب ثانيه جانبيه. المدرب البرتغالي فيريرا مدرب يعني لاحظنا عليه اكثر من مره هالملاحظه، الخوف او الجبن او المبالغه في التحفظ، وبعد ما تلقى الهدف الاول دخل لك على طول محورين دفاعيين، كانت رده فعل سلبيه ولكن متوقعه من هذا المدرب وجهه نظري، ادى الى ان المباراه تسير بهذا الهدف الى نهايتها. يعني حسين كانك تقول المدرب هو من يتحمل المباراه لخساره بالميراس بشكل عام، المدرب واللاعبين، لان قبل هذه الاخطاء من المدرب اللاعبين كانت اكثر مباراه اللعب فيها عشوائي سلبي باهت. بالميراس انا من فتره ما شفته في هذا الشكل، اعتقد والله العالم بان المباراه اللي لعبها الفريق المكسيكي، المباراه الزايده السابقه لهذه المباراه دخلتها ممكن في الاجواء اكثر في البطوله، كنا متوقعين هذا الشيء قبل المباراه كشيء محتمل. يعني اعتقد لاحظتوا الجهازيه، الرغبه اكثر، مباراه جدا باهته لبالميراس والمدرب فيريرا، مباراة يعني عشوائية جدا بصراحة، تأهل من استحق التأهل. وحقيقة كلنا شفنا العشوائية اللي ظهر فيها بالميراس، يعني توقعناه انه يوصل وكان مرشح فوق العادة انه يوصل للنهائي مع بايرن ميونخ، لكن الأداء والعشوائية اللي صارت يعني مثل ما ذكرت انت الظاهر ان الأسباب فنية، لكن خلينا نقول في المباراة القادمة، المباراة القادمة المهمة لتحديد المركز الثالث لبالميراس مع الأهلي، كيف تشوف هذه المباراة؟ مع الأهلي والله شوف، هو بالبداية مع خروج بالميراس من كونه يعني في المباراة النهائية، فهذا يعتبر خروج نهائي للفرق البرازيلية، أنت عارفهم أثقل طرف بعد أوروبا في العالم في البطولات القارية، وفي كل خروج برازيلي من كل بطولة قارية فهو خسارة بمجرد أن الفريق برازيلي أيا كان. المباراة القادمة أنا أتوقع معتمدة على رغبة لاعبين بالميراس، هل هم راح يدخلون المباراة بمبدا التعويض والظهور ويهمهم المركز الثالث؟ لو حصل هذا، لو صارت هذه المعطيات اعتقد لا مجال لفوز الفريق الاهلي. ولكن لو ما حصل هذا الفوز وشفنا المعنويات نازله، كون فريق برازيلي مثل ما يقول بلي، اذا مو الاول فالثاني متساوي مع الاخير، اذا لعب في هذا المبدا ممكن فريق الاهلي فريق كبير وممكن يعني ياخذ من بالميراس الفوز ممكن. شكرا يا حسين، ودائما حضورك مميز وملفت للنظر، وتحليلاتك الفنية دائما راح تكون متواجدة من خلال فضفض. تسلم يا حسين، بارك الله فيك، جزاك الله ألف خير، وخلك دائما معنا وقريب من فضفض. نروح للمستشار حسام، يعني حسب ما سمعنا حسين وقال أن إذا كانت الرغبة لنادي بالميراس للفوز راح يفوز، لكن إذا فقد الرغبة ما راح يفوز على نادي الأهلي، هل تتفق لكلام حسين؟ الأستاذ حسين طبعا له كامل الاحترام وكلامه جميل جدا وكلامه ثري على فريق بالميراس، ولكن فكرة أنه نتيجة المباراة بتتحدد على أساس مستوى أو جاهزية فريق بالميراس دون النظر لمستوى النادي الأهلي، ده إجحاف بحق النادي الأهلي. ففريق النادي الأهلي فريق كبير، وأنا بقول باخد من كلام حسين وبقول نتيجة المباراة هيحددها تشكيل النادي الأهلي، جاهزية لعيبة النادي الأهلي،
وطريقه اداره المدرب للمباراه او التعامل مع المباراه من الدقيقه الاولى. وتحديدا انا شايف الحظوظ متساويه بغض النظر عن اي عناصر ثانيه او اي مباريات اخرى، الحظوظ متساويه وال90 دقيقه هي اللي تحدد من الفائز، ولكن بيبقى في اسبقيه للنادي الاهلي انه دخل اجواء البطوله بدري قبل بالميراس، وبالاضافه لعنصر الجماهير، فدي الحاجتين دول او العنصرين دول بيرجحوا كفه النادي الاهلي. يعني ابو العلا، ما تلاحظ انه ممكن يعني لاعبين نادي الاهلي ينصابون بالارهاق والتعب كونهم منهم لعبوا مباريات متواليه مع بعضهم البعض؟ عندكم ايضا اللي هو معلول واكثر من لاعب مصاب لنادي الاهلي؟ ده اكيد هو التلاحم المباريات في البطوله، وقبلها الاهلي كان ماشي بشكل برضه بنفس تلاحم المباريات في الدوري المصري، وجاي قبل البطوله باسبوع، فده يمكن ظهر بالنسبه لنا في الشد العضلي او الشد في العضله الخلفيه لعلي معلول. ولكن الاهلي فريق كبير، وعندنا مدرب الاحمال شغال بقاله فتره على العنصر البدني بالنسبه للفريق الاهلي، ويعني اعتقد موضوع حتى العنصر البدني ده، الفرق ما بين فريق بطل وفريق عادي ان هو يقدر يكمل المشوار في ظل تلاحم المباريات. ابو العلاء، انا ودي اغني معاك في مباراتكم مع بالميراس ونقول التلت شمال بنهز جبال وباعلى صوت. بتهز جبال مظبوط، وباعلى صوت شو نقول؟ بنشجع الابطال. نشجع الابطال ونتمنى بنشجع الابطال وان شاء الله هنشجع الابطال ونشجع بالزبط. الابطال ويحققون اللقب. الاهلي نادي عربي، كل القلوب والمحبه لنادي الاهلي ان يحقق الانتصار، وباعلى صوت بنهد جبال او بنهز جبال ايا كانت، كلنا بنهز الجبال مع نادي الاهلي. شكرا ابو العلاء، كنت متواجد وضيف جميل ان شاء الله، ورائع ومميز. كن دائما بالقرب يا ابو العلاء. تسلم لي، اشكرك. عندنا ايضا محمد، وخلونا ناخذ محمد ابو شاب ونقول له ابو شاب. يا ابو شاب، يا مرحبا. يا مرحبا، حياك الله. انولد نادي كبير. مسي عليك، مسي على المشاهدين. وفعلا انولد نادي كبير ونادي بطل، والارقام والانجازات موجوده والتصنيف موجود، وهذا الشيء ما احد يختلف عليه، بس ما يمنع في يكون في مثلا اخطاء، يكون في عدم توفيق، يكون في هذا شيء وارد حتى مع الانديه الكبيره. كيف شفت الاداء المباراه الماضيه بالثلاثيه امام اولسان بطل اسيا؟ والله شوف، الاداء اللي غير الشوط الاول مع الاهلي الامور كلها تمام. يعني هل تتوقع الاداء لو استمر هذا الاداء كان امام مباراه نادي الاهلي، كان اليوم نقول ان تلعبون على النهائي او على المركز الثالث؟ لا، كان احنا كان بامكاننا نقدم مستوى افضل من اللي قدمناه مع الاهلي. خصوصا الشوط الاول ما قدمنا ولا حاجه بسبب تدخلات مدرب او تكتيك مدرب او توظيف مدرب. زين، ايش الاشكاليه ان توظيف المدرب في كل مباراه؟ التجارب اللي قاعدين نشوفها في كاس العالم للانديه، انت قاعد تتجرب؟ والله هذا اللي انا للحين انا ما لقيت له حل. يعني اذا انت مثلا حتى في كاس العالم للانديه وامام يعني وفي مهمه تاريخيه وقاعد اللخبطه اللي تسويها في الدوري تسويها في البطوله نفسها، هذا انا ما ادري ايش اسميه صراحه. بعدين لما تبدا لك بلاعب غير يعني في غير مركزه وغير جاهز، كانك تحملها اخطاء هو في غنى عنها يعني. لكن بالمجمل ظهرنا مستوى زين، النتائج الكبيره ما كانت موجوده. كان بالامكان عندنا افضل من اللي صار، واكبر دليل الفوز على بطل اسيا. اتمنى ان اللخبطه اللي الشوط الاول مع الاهلي تكون نقطه تحول ونقطه تصحيح للمدرب، انه ما يكرر هالاشياء هذه اللي ما تفيد النادي واللعيبه كلهم على مستوى. واعتقد ان الفريق للحين هو اللخبطه موجوده، الظاهر هذه ابو شهاب المدرب على طول. ابو شهاب،
يعني خلنا نقول في كأس العالم للأندية كنتوا تعولون على أولنجا، هل تشوف أولنجا هو اللاعب السوبر الحقيقي اللي عوض المهاجمين اللي كانوا موجودين سابقا؟ يجيب لي مهاجم على مستوى مثلا حل السيفي حق الأولنجا كويس، لكن لما تجيبه وتدفع من الإمداد لا صانع العاب لا التنظيم خلف المهاجم والمهاجم بروحه وما تخلي له شوط. الله يعين العشاق لنادي الدحيل يعني في كل يعني انا متاكد اخوي صلاح ان اللعيبه عندهم افضل من كذا، حتى دودي للحين انا مصر ان عنده افضل من كذا. وتستاهلون ان شاء الله، ومبروك عليكم المركز الخامس. شكرا يا ابو شهاب، والدحيل نتمنى ان نشوفه بصوره جميله ورائعه ومميزه دائما. بعدين عندي بس كلام شكر. تفضل. سعادة الشيخ خليفة بن حمد على المبادرة الطيبة لما وصل للطفلة في المدرج، وهذه الرسالة لكل الجمهور. وهذه عادات الشيخ. نعم، وهذا الشيء أنا باسمي باسم الجماهير نشكر الشيخ، وهذا مش غريب عليه، وهذه رسالة لكل الجماهير المحبين أن الدحيل عنده جمهور، عنده إدارة، عنده رئيس يعني بهذه الأخلاق وهذه الإنسانية. وبعد وعدها هي في بطولة دوري أبطال آسيا، احنا قادرين عليه بقيادته، وهو يقول ويفعل أبو حمد، وهو يقول ويفعل. وبارك الله فيك، وكل الشكر للشيخ حمد خليفة بن حمد طبعا. نعم. رئيس نادي الدحيل، كل التحية من جماهيرك ومن كل العاشقين على الوقفة الجميلة أمام الطفلة. نعم. وأكيد الدحلاويين يقدموا لك كل ثنايا الشكر، وهو أهلا للشكر هذا. شكرا يا أبو شهاب، ونروح طبعا من أبو شهاب إلى حسام. حسام مساءك باير ميونخ. السلام عليكم. هلا يا حسام يا حبيب قلبي، أهلا. مية سنمية. يعني ما شاء الله اللي لفت نظري كم التيشيرتات الموجودة، الظاهر من قبل ما أنولد أنا أنت تجمع التيشيرتات. والله صراحة أنا غير أني مشجع لبايرن ميونخ ورئيس الرابطة في قطر، أنا كمان كولكتر يعني جامع للتيشيرتات، وعندي فوق المية تيشيرت من سنة الثمانين لليوم. متى أسست هذه الرابطة؟ تم تأسيس الرابطة، تم اعتماد الرابطة بسنة 2020، ولكن صار لي كم سنة عم اشتغل على تأسيسها، لأنه الموضوع مش هين، في أوراق اعتماد من قبل النادي، في بدك تقدم كتير أوراق، ويعني الحمد لله بس بقت بالنجاح، وإجا الاعتماد بنفس الموسم الإنجاز التاريخي اللي عمله فريق بايرن ميونخ في 2020. حسام، كيف خلنا نقول العلاقة بينكم وبين نادي ميونخ اللي هو بايرن ميونخ، وهل في دعم حقيقي من النادي لكم أنتوا كرابطة؟ أول شيء عم تحكي أنت على العلاقة، علاقة ما في وصفها، لأنه هو علاقة شغف وعلاقة حب وعلاقة متميزة. صار لي أنا تقريبا 25 سنة عاشق لهالفريق. وبالنسبة للدعم، نعم نحن بناخذ كل الدعم اللازم من قبل إدارة النادي، وهن دائما بظهرنا موجودين معنا وبتنسيق عالي بكل الأماكن. إذا هذا الدعم يحسسكم بالفخر وأنكم فعلا تنتمون إلى بايرن ميونخ، لهذا نشوف هذه الرابطة. كيف عملية التنظيم بالنسبة لكم لجماهير بايرن ميونخ في المباريات، في المباريات القادمة؟ نحن عمليات تنظيم اوكي، نحن بموضوع التنظيم هلا يعني نحن عم نحاول قدر الامكان الالتزام واحترام الاجراءات الوقائية اللي متبعتها الدولة، وعم نحط الكمامات، وعم نكون نحن محافظين للتباعد الاجتماعي، وهذا الشيء اللي نحن اساسا كفريق وكرابطة سيفتي از فيرست، يعني
الصحة والأمان هي قبل كل شيء. حسام حلو هذا الحب وهذا التفاؤل، ممكن تكلمنا عن التيشيرتات اللي خلفك هذه شوي؟ طبعا أنا في عندي تيشيرتات كثير مميزة، وفي عندي تيشيرت ما بعرف إذا منها أخذتها الكاميرا ممكن نورجيكم إياها بعدين، من أحد أساطير بايرن ميونخ في الثمانينات والتسعينات محمد شول، وعندي توقيع خاص منه للاعيب. وريني اياهم، وريني التيشيرتات، وريني، خلينا نشوف التيشيرت. الله يخليك، خلينا نشوف التيشيرت اللي هو الحصريه، التيشيرتات الحصريه. هيدي صراحه بروزه لانه I'm proud. جميل جميل، محمد شول بيني على الكاميرا، اللاعب المعروف لبايرن ميونخ. أيوة محمد شول احد اساطير بايرن ميونخ في الثمانينات والتسعينات والالفيه، يعني او اول سنه بالألفين يعني. كيف الاعداد الموجوده انتم كاشخاص، يعني خلينا نقول كرابطه جماهير، هل اعدادكم قليله او كثيرين موجودين في الدوحه؟ نحن كرابطه هلا تقريبا بدك تقول حاليا شي 50 عضو، ولكن عم نزداد بشكل سريع جدا، لعل عم تعرف عنا وعم يحبوا يدخلوا معنا بالرابطه. طبعا في مشجعين كثير بقطر وبالعالم العربي لفريق بايرن ميونخ، ولكن عم يكونوا على صعيد شخصي، واول ما بيكونوا عم يتعرفوا علينا عم يدخلوا على الرابطه، وعم يكون في عنا نحن نشاطات اجتماعيه ونشاطات رياضيه غير عن موضوع بس تشجيع الفريق. شكرا يا حسام، الحديث معك دائما ذو شجون. خلك معي، راح اخذ مشجع اهلاوي ومتواجد معنا، نقول لك الو. الو السلام عليكم. احمد مصلح. اي فندم، مع حضرتك دكتور احمد، اهلا بحضرتك. حياك يا دكتور، كيفك؟ تسلم تسلم، تفضل تسلم. دكتور نادي الأهلي، كيف تشوف الحظوظ لنادي الأهلي ومستويات نادي الأهلي ومباراة قادمة أمام نادي بالميراس؟ تمام، لو إحنا هنتكلم على النادي الأهلي وحظوظ نادي الأهلي، فإحنا بنتكلم على شقين، الشق الأولاني والشق التاريخي. النادي الأهلي بيتواجد لثالث مرة، بيتواجد لثالث مرة في المربع الذهبي ومنافسة على المركز الثالث. المركز النادي الأهلي سبق له الحصول على الميدالية البرونزية أو على المركز الثالث، فده الحظ العام أو الحظ التاريخي والثقل بتاع اسم النادي الأهلي في البطولة بشكل عام. لو هنتكلم على البطولة دي والجيل ده من اللاعبين اللي بيسطر تاريخ جديد وبيبدأ لجيل جديد إن شاء الله يكون امتداد للأجيال اللي قبل كده، فأنا شايف إن هو بيحقق أشياء استثنائية في أول مشاركة له مع بطولة صعد ليها أصلا، بطولة أفريقيا قوية جدا، أول مباراة قصاد الدحيل، أداء قوي من أول دقيقة، والدحيل فريق تقيل جدا وفريق يقدر جدا ومحترم. تاني مباراة قصاد البايرن، البايرن بطل أوروبا اللي كسب ذهابا وإيابا قصاد كل فرق أوروبا، اللي هو زي ما نقول كده بلغة الجمهور بيأكل خصومه حرفيا. انت واقف على رجليك طول المباراة، في شوية رهبة أول 40 دقيقة، لكن بتخش المباراة الشوط الثاني بتأدي وعلى قد ما تقدر، وبتقدر تتجاوز الرهبة اللي كانت موجودة في الشوط الأولاني. نادي بالميراس اللي هنقابله إن شاء الله نادي برازيلي، نادي محترم، أكثر تنظيما من نادي تيجرس على فكرة. أنا كنت في الاستاد شفت مباراته مع نادي تيجرس، ومشكلتي عنده كأهلاوي ان هو اكثر تنظيما في الدفاع، ده هيعمل لنا صعوبه في الاختراقات. الاهلي اكثر تنظيما في خط الوسط وفي الدفاع، فاحنا مش هنقابل مشكله ان شاء الله في مقابله بالميراس في مخيلات الشخصيه، لكن هتبقى مشكله في التهديف. اعتقد المباراه مش هيبقى فيها اهداف كتير، ربما تخلص 1-0 2-1 لفرق من الاثنين بنسبه كبيره 70%. اتمنى فريقي نادي الاهلي ان شاء الله يحصل على البرونزيه للمره الثانيه. نحن نتمنى أن النادي الأهلي يحقق البرونزية، لكن من الآخر يا دكتور، حسب أنت شفت الفريقين، أيوة، الثالث من بالميراس أو الأهلي؟ اللي هي فندم؟ المركز الثالث من راح يحقق، بالميراس أو الأهلي؟ الأهلي إن شاء الله أكيد بإذن الله، ثقة في الأولا، ثقة في فريقي، وفنيا الأهلي أكثر ثقلا وتكاملا وأكثر حضورا. بالميراس فريق تقيل، بالميراس واخد بطولته القارية كفريق برازيلي، وشفت برضه مباراته النهائية مع سانتوس، يمكن سانتوس كان أفضل منه، وهو زي ما بيقولوا كده بلغة الكورة خطف الماتش في الآخر خالص.
لكن هو يمكن ذهنيا وفنيا ربما هو ليس بالقوة الكافية في ماتش مع تيجرس اللي فات. يعني هو برضو اتخطف نفس اللي عمله مع سانتوس في بطولة أمريكا الجنوبية اللي خدها اتعملت معاه في تيجرس تقريبا. فهو المباراة هو مش فريق مستحيل، والأهلي قابل البرازيليين العملاقين الجناحين في الدحيل كانوا اثنين تقال جدا، يعني الموضوع مش مستحيل. صحيح فرقة منظمة وفرقة قوية، لكن أعتقد الأهلي حظوظه عالية جدا إن شاء الله. شكرا يا دكتور، ونتمنى التوفيق لنادي الأهلي في المباراة القادمة، وشاكرين لك للاتصال، ونتمنى أنك تتواجد بشكل مستمر معنا. شكرا يا دكتور. نروح طبعا لحسام. حسام، كيف تشوف بايرن ميونخ في مباراة الأمس، وكيف حسيت أن بايرن ميونخ هل هو الفريق اللي راح يحقق اللقب من خلال أدائه في مباراة الأمس؟ هلا انا بدي احكي كتجربتي كمشجع. انا امبارحه كنت متواجد باستاد احمد بن علي، استاد الريان اللي هو حيكون احد استادات مونديال 2022. اول شيء بدي اقول انا امبارحه كان فوزي فوزين. اول فوز هو فوز بايرن ميونخ على الاهلي ووصوله الى نهائي كاس العالم للانديه، والفوز الثاني هو كمقيم في دولة قطر. على بدي أتشكر جميع المنظمين على هذا التنظيم الرهيب، فعلا كان تنظيم رائع من كل النواحي، من ناحية الأمن والأمان والصحة، وكمان يعني جينا بالمترو وصلنا على الاستاد. كانت تجربة رائعة، والتنظيم كان عن جد شيء واحد يعني بيفتخر فيه. وعم نشوف إذا على نطاق كأس عالم للأندية كان التنظيم وكان هالعدد المنظمين بهالشكل، بتاخد فكرة قديش حيكون مونديال 2022 فعلا حيكون ناجح وأحد أبرز مونديالات العالم اللي حتصير إن شاء الله. جميل هذه السهولة، ونرفع لهم القبعة الأخوان القائمين على العمل سواء كان بالمترو أو الأشخاص المنظمين لبطولة كأس العالم للأندية، خاصة المتطوعين لهم كل الشكر وكل الثناء. وجميل هذه التجربة أنك أنت تعيشها كمشجع، وخلنا نقول رحت خلنا نقول ملعب أحمد بن علي وقاعد تجرب وتخوض تجارب قبل كأس العالم، وتقول لنا المباراة القادمة فايز أو خسران. قبل المباراة القادمة أنا بدي صراحة أوجه تحية كمان كبيرة لمشجعين نادي الأهلي. امبارحة كانوا متواجدين بكثرة وكانوا عن جد بيرفعوا الراس، التشجيع تبعهم كان كتير حلو لدرجة الله يسامحهم حفظونا الأغاني تبعونهم، وأنا قاعد بالليل قاعد عم غني بتهز جبال وتلت شمال، حفظونا إياهم يعني. بس ما في أغاني بايرن ميونخ بالألماني؟ في عنا كتير أغاني طبعاً، في عنا. أنت غنيت أغاني. أنت غني، عطنا واحدة حصرية. سوبر باين سوبر باين هاي هاي، سوبر باين سوبر باين هاي هاي. لا أبي أسمع معك، يلا سوبر بايرن سوبر بايرن هاي هاي، سوبر بايرن سوبر بايرن هاي هاي، سوبر باين سوبر باين هاي هاي، سوبر بايرن سوبر بايرن هاي هاي. هل تتوقع هذه الأهزوجة راح نسمعها في الختام وتحقيق اللقب؟ صراحة نحن على أمل كبير، وحسب المنطق وعلى الواقع بيقول بايرن ميونخ هو المرشح الأبرز لحتى يحصل على هذا اللقب وتتويج سنة 2020 بلقب السداسي له هذا الموسم. فطبعا هو مش بعيد كتير عن هذا اللقب، وفريق تايجرز المكسيكي هو فريق عنيد، وشفنا كيف قدر تغلب على بالميراس اللي هو كمان فريق عريق في البرازيل. طبعا حظوظ بايرن ميونخ حظوظه أوفر، لأنه ورجة وعلى مدى السنة خلال هالسنة اللي قبل انه هو فريق يعني ثابت الخطوات، وان شاء الله نحن حنحقق اللقب ونكون حققنا السداسيه. جميل جميل جميل. حسام خليك معنا شوي لان انا حاب الدردشه معك، ابي اسمع هزوجه. حضر نفسك لهزوجه ثانيه، وحضر نفسك تيشيرت من راح تاخذ في النهايه.
حضر ها. ناخذ اتصال من الاخت هند ونقول هند السلام عليكم. اهلا وسهلا. مساء الخير بكل صلاح. مساء النور يا هند ومسائك يا اهلاوي وعملوها الرجاله لكن شوي كانت. كنا حنكسب. والله كنا حنكسب. مساء الخيرات الاول يعني على حضرتك وعلى ابتسامتك الجميله اللي دايما منوره الشاشه. الله ينور قلبك. وان شاء الله خير باذن الله يا رب لنا. اولا الشرف يعني ان احنا بنلعب يعني على ارض قطر العظيمه يعني. كيف شفتي خلينا نقول المباراه يا هند والتشجيع والحضور النسائي من خلال كاس العالم للانديه؟ طبعا كانت المباراه جميله جدا جدا جدا. طبعا فريق قوي الباير ما ننكرش انه فريق كبير يعني ما ننكرش ده يعني لسه كان من كام يوم او من فتره سابقه كان مع برشلونه وكان 8-2 يعني ففريق لا يستهان به يعني. لا لا تزعلين البرشلونيين يا هند لا تزعلين البرشلونيين وتذكرينهم 8-2 ما يصير. احنا بنقول الحقيقه يا مستر صلاح يعني الحمد لله ان احنا يعني فازوا علينا ب يعني هدفين يعني فوز يعني مشرف ما والحمد لله ان شاء الله اللي جاي احلى باذن الله باذن الله يعني. كيف شفت الحضور النسائي في المباراه وسهوله التشجيع في المونديال؟ لا الحضور النسائي ما شاء الله كان يعني قوي جدا وانا طبعا كنت منهم فلا يعني الحمد لله يعني ادينا دور جميل وادينا دور يعني مشرف والحمد لله الحمد لله رب العالمين وان شاء الله يا رب يعني نفرح يا رب ان شاء الله في الماتش الجاي باذن الله وناخذ الثالث باذن الله يعني ان شاء الله. تتوقعي تفوزين 2-1 ولا 1-0؟ ما بالميراث يلا. لا 3-0 ان شاء الله. تعويض. اوه طماعه يعني طماعه تبي ثلاثة. ايوه ده نادي كبير النادي الاهلي مش اي نادي يعني احنا يعني وراه في يعني في كل مكان والنادي نادي كبير ونادي كيان يعني فلازم يعني يرد الضربه اللي فاتت ان شاء الله. راح نشوف اذا بيردون الضربه. شكرا يا هند وعلى الاتصال النسائي الخفيف اللطيف الجميل شكرا لك ونتمنى نسمع صوتك بشكل دائم. نروح الحسام خلونا ناخذ حسام. حسام الهزوجة على طول عطني الهزوجة. يا هلا يلا. شالالالالالالا بايرن مونشن شالالالالالالا بايرن مونشن. الله لا 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 لا. ناوي على من تاخذ تيشيرت من عاد في المباراه الختاميه؟ صراحه بدنا نشوف الطقس لانه امبارحه كان برد شوي فلازم نسمك يعني التيشيرت. فانا صراحه حابب يعني انا في عندي لاعب خاص يعني هو كان اساس كمان عشقي للفريق وهو حامي عرين بايرن ميونخ لسنوات عديدة هو الحارس المرمى أوليفر كان. عنده معزة خاصة عندي لأنه أنا كمان من الأشخاص اللي بحب هذا البوزيشن بالفوتبول يعني بكرة القدم. فإن شاء الله أنا حألبس واحد من تيشرتات أوليفر كان. جميل جميل يا حسام ونشكرك حقيقة ونقول كم تتوقع الختام تفوز يلا. صراحة توقع بالنتيجة النهائية أو نتيجة مباراة نهائية لهيك دورة صعب التكهن لأنه بالكرة القدم بيصير المعجزات وبيصير المفاجآت. ولكن طبعا أنا على يقين أنه إن شاء الله بايرن ميونخ حيحقق اللقب وتوقعي هو كمان 2-0 مثل مباراته مع الأهلي. شكرا يا حسام وننتظرك في الحلقات القادمة إذا فزت بالبطولة عشان تجيب لنا الكاس إن شاء الله في فضفض ونشيله مع بعض والتيشيرت الجديد. شكرا يا حسام. إن شاء الله. ناخذ غازي الشبلي. غازي السلام عليكم. متخصص بالكرة البرازيلية غازي وإعلامي عماني جميل. ما شاء الله بعد يقولوا لي تتكلم برازيلي يقولون إسباني. لا بالاسباني مش برازيلي تسمى البرتغاليه. اي برتغالي اسباني كلهم اخوان يعني. الله يهمك. والله ايش رايك يا غازي؟ غازي كيف شفت البطوله والمباريات اللي كانت لكاس العالم وخاصه لبالميراس؟
والله بصراحة الصوت يا غازي بس عندك صوت التلفزيون واضح معاي. الله يخليك، ممكن تقصر عليه؟ طيب ولا يهمك. أنا بصراحة ما توقعت بالميراس أصلاً يتأهل، لأنه بالميراس يعني ظهر بشكل يعني نقول سيء في البطولة. يعني كان متوقع ريفر بليت أو بوكا جونيورز أو حتى سانتوس لتأهل النهائي، لأنه كان يملك أقوى خط هجوم يعني وأقوى فريق منتعش كان في البطولة. فوجود بالميراس يعني بالميراس فقط يعزى إليه يعني الهدف اللي سجله في الدقيقة الأخيرة. يعني غازي كأنك تقول بالميراس يعني ما كان يستحق أنه يتواجد في المونديال. أنا صراحة عن نفسي كنت متوقع سانتوس يفوز بنتيجة كبيرة، لأن يعني سانتوس يعني هزم مثل ما تقول أقوى المرشحين. يعني عندك غريميو، عندك بوكا جونيورز اللي كان مرشح أنه يأخذ البطولة وتأهل، يعني بالميراس فاز على ريفر بليت، يعني كان أصعب لقاء عنده ريفر بليت، فاز عليه في الذهاب في ملعب ريفر بليت. لما جاء الإياب كان ريفر بليت ترى بيخطف التأهل، يعني ما كان عنده أي لقاء صعب. وعندك تيجرس اللي كان يبي نفسه من 5 سنوات حاليا يفوز ببطولات دوري المكسيك وكذا، يعني عنده نادي عنده مشروع، فشيء طبيعي اللي يصير. يعني غازي المباراة القادمة هل راح نشوف بالميراس يحقق المركز الثالث والله لا؟ والله قد يعني أنا ما أستطيع أن أتكهل بهذا الموضوع، لأنه أيضا النادي الأهلي يعني نادي قوي جدا. يعني أنت لا تنسى الأندية الأفريقية كانت في النهائي خلال 10 سنوات الماضية مرتين، يعني مع سيمبي ورجاء البيضاوي. فأنا يعني صراحة ما أقدر أتوقع أن بالميراس يفوز أو يخسر. يعني النتيجة راح تكون في الملعب، يعني لو كان نادي ثاني راح أقول مثلا سانتوس أفضل من الأهلي أو كذا، يعني لو نادي غير بالميراس أما بالميراس ما أقدر يعني صراحة. شكرا يا غازي، لأن وقت البرنامج يعني خلص بسرعة معكم، مشكور على اتصالك وإن شاء الله راح ناخذك في اتصالات قادمة في الحلقة القادمة عشان يكون تحليلك بشكل أكبر وبشكل رائع ومميز. كنتوا دائما معنا في المونديال الجميل كأس العالم للأندية، وفضفض عالمية مختلفة استثنائية جمالها أنتوا يا مشجعين الأندية العالمية. فضفض وشيل الهم، بس بالإنجليزي ما نعرف كيف نجيبها لكم، بس فضفضوا معانا ونلتقي فيكم في الحلقة القادمة.